998 هو الرقم المخصص لطلب خدمة طوارئ الإسعاف، ولذلك نتعامل مع كل اتصال يرد إلينا كحالة طارئة. ولأن الوقت عامل حاسم في إنقاذ حياة الآخرين، نسارع إلى تحريك سيارة إسعاف فور اتصالكم. عند الإبلاغ عن حالة طارئة، تأكدوا من تحديد موقعكم بدقة وتقديم كافة المعلومات المتوفرة عن الحالة واتباع تعليماتنا. تذكروا دوماً أن البلاغات الوهمية تؤخر وصول المساعدة لمن يحتاجها. نرجو منكم الرد على اتصالنا حتى لو اتصلتم بنا عن طريق الخطأ أو لم تعد هناك حاجة لخدمة الإسعاف. الإسعاف الوطني دائماً في خدمتكم.